استنى استنى والنبي والنبي استنى والنبي استنى. اتفضل يا استاذ محمد. حبيبي ايه نازل الانتخابات ولا ايه ظروفك؟ والله الواحد مكسل ينزل اصلا، بس لسه ما اعرفش اللجنه الانتخابيه بتاعتي فين، ولازم اقف طابور طويل قوي، وبعدين لسه ما اعرفش اسمي في انهي لجنه. يا راجل الموضوع اسهل من كده، طلع بس موبايل. لسه هطلع الموبايل يا راجل، ده هما خطوتين وتبقى عملت اللي عليك. وبعدين الانتخابات على 3 ايام، اختار منهم اللي يعجبك. انت هتكتب على جوجل الهيئه الوطنيه للانتخابات، وهتدخل على الموقع هتلاقي مربع اكتب فيه رقمك القومي، وفي ثانيه هيطلع لك مكان لجنتك، وفي الاغلب يعني بتبقى اقرب مدرسه لبيتك. وممكن كمان تكلم 141 او تبعت رساله فيها رقمك القومي ل 51 51. الله، ده الموضوع سهل خالص. شفت؟ ها هتروح؟ لسه هطلع حجه. لا خلاص هنزل انتخابات، يعني هنزل انتخابات. الانتخاب حق من حقوقك، بيكفل الدستور ويحميه القانون. أدي واجبك، احمي بلدك. الهيئة الوطنية للانتخابات. شارك، صوتك هيوصل.